تعليق بسيط وصغير ساعة على حكاية بلدية الكرم. يعني اليوم ما عندنا وزارة مالية صندوق زكاة، اليوم ما عندنا حدود، ما يزمش اللي يجي يدخل لهم إلا ما يشاور السيد رئيس البلدية، وده يعمل لنا جيش ويعمل لنا، والعالم موجود بينسوي له الشرطة البلدية بتاعه موجودة، دونك عملنا دولة في وسط الدولة. إذاش يحبوا يوصلوا ما؟ بذاء فقط. نرجع الموضوع. أولا قبل ما نبدأ ندخل في الموضوع، أنا في كل حصة في كل موضوع من نوعية هذه اللي قاعدة تتكرر، نفس النوعية اللي قاعدة تتكرر، نتوجه للتوانسة ونتوجه خاصة المنظمات المجتمع المدني والجمعيات المجتمع المدني، ونقول لهم حلوا عينيكم أكثر تو في البريود هذه، خاطر كل مرة استأنسنا بالبوز وبالشعبوية لتمرير حاجات وباش تصير حاجات اللي الشعب ماذا بيهم الشعب ما يفقش بيهم. دونك ردوا بالكم على حدودكم، ردوا بالكم على فلوسكم، ردوا بالكم على شنو قاعد يصير، على قضايا الفساد اللي قاعدة هاي كل يوم تطلع أنواع جديدة وأمور جديدة، وشوفوا القرارات ثبتوا راهو هذا التوجيه الرأي العام، وكيفاش نقولوا تلهيتوا تلهيت الرأي العام راهي ولات استراتيجية معهودة ويزمنا ردوا بالنا. حاجة ثانية، مانيش باش نحكيو على زعيم بورقيبة خاطر زايد معناها، وهو بيدو قال في وقت من الأوقات سابوه قال ينعمبو البي في غيط، والراجل ميت عنده قداش من عام، مانيش باش يقوم يجاوبكم، مانيش باش نجاوبو في بلاصتكم في بلاصتو، أما أعملوا مجهودكم وأكثر من مجهودكم باش تفوتوا كراسيكم تولي في مجلس النواب وبلاصتكم، معناها صيتكم يوصل لأكثر من هذا. الراجل اللي تقولوا عليه عميل على خاطر عملوا له ستاتيو في فرنسا، الوحيد اللي لزم امريكا باش ما تستعملش حقها في الفيتو في قرار اممي لاداره اسرائيل وقت الاعتداءات على حام الشط والاعتداءات على التراب التونسي. ردوا بالكم انتم تحبوا تحلوا التراب التونسي تاوش تعملوه زربيه مفروشه للقوات الجيوش الكل وللناس الكل تدخل وتخرج كما تحب. باهي، ما نوافقكش في كلمه عبد السلام اللي قلت الموضوع ماهوش مهم، بالعكس هو موضوع مهم، ممكن موضوع اهم من اللائحه اللي سابقه، لكن الرد عليهم مش مهم، يعني نعتبروهم حاجه مش مهم. موضوع مهم جدا خاطر موضوع الاعتذار، ودير كريت انت معناها النتائج راهو محتفظ، راهو باعتبار انه الموضوع مهم احتفظ برايه مخرج يعني، لا موضوع مهم وكان يحب يصوت بنعم، لكن مش في هالاطار المسرحي ولا سيء الاخراج تاتفريخ سيء الاخراج باهي برا نقولوا هكاك برا نلطفوها سيء الاخراج اللي صار. دونك هيك علاش هو الناس احتفظت باصواتها وما حبتش تصوت معه باعتبار انه مش هذه الطريقه ومش هذه الطريقه اللي باش نوصلوا بها. لو انه اليوم انا فهمت انه معناها باقي ما فهمناش، معناها باقي ما استوعبناش درس، نخليه لكل سلطه مهامها، هذه سياسه خارجيه لرئيس الجمهوريه انه او بعد او حتى ميساج مبادره برلمانيه او بالتنسيق مع رئاسه الجمهوريه ومع للقيام مع وزارة الخارجية، يعني معناها وفهم منظمات عالمية ومنظمات مجتمع مدني وكذا، وإجبار فرنسا نقول ممكن إجبارها بطرق ذكية ودبلوماسية ذكية على الاعتذار. لكن إذا كان الاعتذار الغاية منه هو التعويضات في خيبة المسعى، خلينا ثقافة جديدة في التعويضات المالية والتعويضات، لا يحاول نرجع لها نرجع لها بالتحليل. في رأي أنه الخشاشة هذوما الصغار اللي عملوا لائحة هذوما هما لزوهم محطوهم في بيج، يعني دازوهم باش يعملوا لائحة كوم كوا رد على اللائحة الأخرى، ولبسوا زاد المرأة ولبسوا التنويات بتاعهم وهذا الفريق الفلاني وهذا الفريق الفلاني، ولينا كهنا في حضرة وإحنا معناها في مجلس النواب، وتعودت
تعديت اللائحة بالطريقة هذه تونا نرجعوا لها، لكن رأي أنه أكثر من هذا. اللائحة هذه كانت فيها حاجتين أو ممكن أكثر، لكن الحاجتين مهمين تو بعد ممكن نشوف الحاجات أخرين. الحاجة الأولى هي الانتميداسيون أو كيفاش نقولوها بالعربي، إحراج، إحراج رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية، أنك تعطيه موضوع كما هذا وتقول له أي كأنك ترمي له أي ما حل الموضوع فيه، أي قل له فرنسا باش تعتذر. مو بنسيو رئيسة الجمهورية كانت ترزينا وما دخلتش في هال في اللعبة هذية، وممكن هذا كانت الغاية منه أولا أنه قدام الأوساط الشعبوية، الشعبوية جديدية الشعبوية، أنه ال معناها الناس ممكن كان في مخهم أنه برشا ناس باش تلوم رئيس الجمهورية أنه ما معناها ما انتصرش للائحة هذية، وطالب فرنسا معناها بالاعتذار على الجرائم و و و و و دونك فيها لعبة هذه من ناحية هذه، وفيها من ناحية أخرى اللي هو أخطر من هذا، ولهنا يلزمنا نعاود ونعمل تقسيم للخونة ولبايعين الوطن وبايعين قضايا الوطن والمنتجين بقضايا الوطن، هي صارت باناليزاسيون للفكرة، لروح الفكرة، للمطلب الوطني القومي الشعبي، لاعتذار المستعمر من على جرائمه في الشعب التونسي. صار تقزيم للعملية، صار تسفيف للعملية، يعني العملية صفستوها، صفسفوها، طيحوها لمستوى واطي جدا، وخسارة معناها. أنا ندعو السياسيين اللي بالحق سياسيين، وندعو رئيس الجمهورية، وندعو الدبلوماسيين اللي بالحق معناها الناس الكبارات الدمادم، أنهم يعاودوا يرموا جراح هذه هذا المطلب الشعبي التونسي اللي هو من 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 1881 وما قبله، معناها الجرائم التي ارتكبت في عام 1881 من عند الناس اللي باعت تونس لفرنسا في 1881. تو نرجع لها ساعة ونرجع لها باش نطول شوية أنا غالب. يعني نطلب منهم باش يعاودوا يرموا جراح المبادرة هذه والمطلب هذا اللي هو كان مطلب معناها موجود، وأنه سياسياً قبل ما حابوش يطلبوه أو كان يطلبوا كيفاش نقولوا implicitement ب ب ب ما لا بتدخلات معناها ومساعدات وحل لي فاكولتي باش يقراو اولادي في فرنسا ومعناها باش يقراو برا في الخارج في اوروبا وباش يقراو في كل بلاصه في البلدان اللي جات وعبثت هنا في تونس، المانيا عبثت، ايطاليا عبثت، بريطانيا عبثت، الناس الكل راهو اللي دخلوا في الحروب العالميه واللي دخلوا الكل، والعثمانيين عبثوا والناس الكل عبثت. ولهذا كانت فما نخليها لك كيما مسمار شحاق الراجل معناها كيما وصمت لك ديما ننزل لك على كل حاشاك سامحوني على الكلمه على كل الدمال هذيك باش انت تخرج لي فيك وتعطيني بطريقه اخرى. يعني كانت فما استثمار معين من انا نرى من وقت بورقيبه ومن معه معناها الدوله الجمهوريه التونسيه والدوله التونسيه كي كانت دوله بالحق. استثمار باهي للحق. اليوم اللي صار انه ما تنشوفوا الناس هذوما، ولا انا ما نتصورش، مش ما نتصورش على خاطرهم مش باش يستعرفونهم بالعمليه اللي عملوها لهم، يعني الخدمه اللي قدموها لفرنسا نعاود نرجع والعمال اللي هما اليوم عملوها لفرنسا وندعوا معنا بالخيانه باعتبارهم انهم هما اليوم رذلوا هذا المطلب الشعبي وطيحوه الى اسفل السافلين وخلوه معناها كانه لعبه نتاع انت عملتني نعمل وهو تو نرجع عليك، اللي هو بالحق الموضوع كبير ومهم بالحق معنويا للشعب التونسي، ما خليتولوش حتى معنويات الشعب التونسي، ناكد لكم بالشيء اللي تعملوا فيه وبالفضايح اللي تعملوا فيها وانما الامم الاخلاق وما بقيت راهو فانهم ذهبت اخلاقهم بالواحد اللي
الحقيقه المستوى طايح اللي قاعدين نشوفوا فيه ما خليتولوش حتى معنويات خارج من كورونا. الشعب التونسي وخارج وفي ازمه اقتصاديه تلهيوا به في الحكايات هذوما. لا يا سيدي، اللي قال الشعب التونسي ما ناكلوش الا واكلوه. انت طالب تعويضات، شنو طالب انت؟ انت هو طالب تعويضات ماليه وطلب التعويضات وخذي التعويضات قبل معناها تستنكر ولا تنكر على الشعب التونسي الجيعان التعب اليوم، انه يقول لك يا خويا راني جعت في كرشي وراني معناها جيبي فرغ. ما تستنكرش عليه من فضلك، مش تقول له لا هذه حاجه كبيره وهذه امور معناها مبدئيه ومبادئ واحد وكذا، وانت تجي في الاخر تزيلها بطلب تعويضات. دونك خلينا معاش نتزايدوا وسايب علينا من الحكايه هذه. به اليوم طلب نرجع للطلب نتاع شرفاء البلاد، شو دي بيان شرفاء البلاد، ارمموا جراح هذه هذا المطلب الوطني الامه كما كنا نقولوا قبل، الامه التونسيه كما كان يسميها الزعيم الحبيب بورقيبه الله يرحمه. ارمموا جراح هذه مش نسميها مبادره، خاطر هي ماشي مبادرتهم هما، هي هذايا مطلب كان من قبل، لكن كما قلت قاعد فما استثمار للعمليه هذه واستثمار ذكي جدا للشعب التونسي. تحب تعتذر لفرنسا؟ شوف ساعه عيشك، فما توا البارح تلولا شكون تكلم عليه القارب اللي في قرقنا نتاع الناس الحراق اللي ماشيين لفرنسا ولايطاليا ما غير اعتذار، ماشيين لهم وكوره من رواحهم. شعبك اليوم اللي انت اليوم طيحته معنوياته وفقرته وجوعته، اليوم راكبين في قوارب الموت وماشيين لغاديك وانت لابس مريول ومازال كان البنادر والسناجر باش تطلع بهم وتضرب على المبادره نتاعك. وكلماته هذوم كلماته في البحر شكون تكلم عليهم؟ كلاش العام اللي في سيدي بوزيد تكلمت عليه، ولا غدوه باش تخرج تعمل لنا شعبويه جديده واستثمار جديد، ومتقلق انت انه جاريه الشروق هبطت لك اللي انت شعبيتك في نزول. نعم يا سيدي، اذا كان ماكش فايق على روحك شعبيتك في نزول، واذا كان باش يزغرتوا لك جماعتك فما هبول زغرتوا له في اذنه ورد بالك، راه معناها فيق على روحك شعبيتك في نزول وفيق على خاطر اللي بتحب تعتذر منه يظهر لي ولا هذه زعما بلاش طريقه ذكيه. انا بلاش طريقه ذكيه بعد باش يطالب بالبترول والملح لا قاعد نسوه الملح معاش لا لا لعل هذه طريقه معناها باش عمليه بريسه ممكن يرجى من الجراد صالح امر وقد جبل الجراد على الفساد. به نبداو اولا ما نبداو الوحده نتاعنا نتاعهم مطلبنا، لكن لا يحدهم مطلبنا ومن حقنا. فما طرق ذكية وطرق دبلوماسية وليسيركية وقنوات رسمية، معنى ولو أنه زاد حتى اختيار الوقت كان صحيح التوقيت كان رديء، مش رديء ينمو عن مش جاي معنى مش بيانا مش نقول معنى سذاجة بلاد حالتها رفة دوا بلاد خارجة من وضعية، واليوم ناس معناها وقاعدين حقا وش بك ما طلبتش ما وش فرد شعب. احنا قلت انت خايف علي شو ما طلبتش الدولة الإيطالية باش تعتذر للشعب التونسي؟ انت مو كيف تي انت صرفت في الجمال، انت صرفت بارا اطلب زيادة الدولة الإيطالية كيفاش هو قال للدولة التونسية والشعب التونسي، معنى قل ما طالب الدولة الإيطالية زيادة باش تعتذر للشعب الليبي وللدولة الليبية اللي انت نصبت روحك وصية عليهم. به بداو قالك انا عايز يسري قبل هذه كل كي عجبتك الكونسيبسيون تاع المراه والحليمه الهماني تبارك الله معناها اعلاميه كانت ما تحلمش المستوى بون لا 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 جوست كرومان شفتها ما تحلمش هي بالحق شوف ما تفرجتش تصدقش بالله انا مش على مستوى شوف انا تفرجت مشهد الحقيقه اثار الشفقه معناها في نفسي. حليمة الهمامي كان عندها جمهور وكانت إعلامية معناها معروفة وإعلامية محبوبة من طرف فئة كبيرة من الشعب، وعمرناها ما كانت مناهضة للنظام السابق، بالعكس كانت في الإذاعة الوطنية في إذاعة في الإعلام الحكومي، وكانت معناها عندها جماهير كبيرة برشا حليمة الهمامي ويسمعوها. شفتها باك المشهد هذاك وبال ما أثار شفقتي أكثر من هذا الحقيقة يعني. أثار شفقة على إعلامية زميلة معناها وإعلامية عندها معناها كانت عندها بصمة. ما أثار شفقتي أكثر من هذا أنه يقوم نائب يوسف النواب اللي راهو فما غادي مع زملائه بالكلاب، وأنه الناس قائمة باش تضرب بعضها بالبنية
هذا ما أثار شفقتي وهذا ما الحقيقة ما وشفقتي شنو شفقتي على البعض من الشعب التونسي خاطر البعض الآخر هو يستاهل هو اللي جاب هو البضاعة وردت إليه وإن شاء الله يفيق على روحه إن شاء الله يفيق على روحه على خاطر والتوفيق مش توا توفيق بعد توفيق بعد أنه هل هذا اللي صاير اليوم من اللي تنصب مجلس النواب لليوم فماشي حاجة فماشي حاجة صلحت للبلاد يمكن نهار مع صديق نعمله في 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 كلا صغيرة صغير نحكيه اسقاط اتفاقية صندوق الاستثمار اسقاط اتفاقية التبادل الحر مع افريقيا اسقاط قانون تجريم التطبيع سقط التطبيع يا معلم تجريم التطبيع سقط ال قانون تحسين اتفاقية تهيئة الشواطئ الساحلية اللي فيها 2000 مليار يعني اليوم بنتي ما تحب فرنسا ما تحبش فرنسا هي افريقيا هكم سقطوا لها اتفاقيه اتفاق الشراكه معناها اليوم بصراحه 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 اليوم شيء كبير بداية قال لك ان اعضاء مجلس نواب كذا اللي وقع كيفاش قال هو انتخابه من انتخاب النزيه ندرس وين النزيه وين انتخابات نزيهة أول يوم قال تثبت فهم برشا حاجات فهم برشا ألعاب في الانتخابات والانتخابات النزيهة هي أنك تعطي وعود تصدق وعود بالضبط الانتخابات النزيهة هي أنك ما تلعبش حمرة كحلة ومرة رمي روحك على 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 حملة رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعد تقوم تقولي رمي روح وتستعمل الخزعبلات والألعاب مش رأى معناها النزيهة رأى مش معناها تزوير النزيهة هي اللي تكون بشرف وتكون بنظافة وتكون بصدق شو معناها نزيهة مش نزيهة معناها لا ما تزورتش في الصندوق وما تزورتش أما بشرف وبمبادئ وبأخلاق وبنظافة وبصدق وكي توعد توفي توفي على الأقل تحاول باش توفي وتعمل باش توفي مش لا توا بحكايات فارغة قاعدة معناها تمشي في كما قلت بكري غايات سياسية أو أهداف سياسية معينة كما قلنا الانتميداسيون تاع الجمهورية والاتفاقية الاعتذار بيدو أنك طيحتو في الماء ورذلتو وهبطتو للأسفل سافلين والحكاية بسطتها ولات بنان ولات حكاية ولات الناس تتنذر بها في الشوارع فما مش يقول لك ربي نهار آخر مش يحاسبك ربي نهار آخر على الحكاية هذه بعد بدا يلعب في لعبة التواريخ من 1881 حتى 1964 وبعد رجع ل 63 وبعد قعد يلعب في لعبة التواريخ 1881 شكون أعطى فرنسا تونس لفرنسا أعطى لفرنسا كادو تونس قالوا إيجا تفضل تحت ما يسمى بكذبة عهد الحماية عهد الحماية العهد اللي تصحح بين البي وفرنسا عرفتك عرفتك سامحوني هما اللي جاوا في طبق بعد ما عبثوا في تونس وشبعوا ونجروا وبرمدوه خلوها على حديده بيها بشعبها وقتلوا واغتصبوا وفكوا ونعرفوا البيات كيفاش كانت تقتطع في الاراضي كيفاش تبدا كانت تعطي فيهم كادوات لشكون واجا ويمشي الحصان وهنشير فلان وهنشير فلان وهنشير فلان وكذا وبعد جات فرنسا قالت لها اجا تفضل هاي تونس اعمل بها ايش تحب وبين سوير الموقع الاستراتيجي بتاع تونس ما كانتش الغايه من تونس هي الثروات الطبيعيه ما عندناش ثروات طبيعيه كبيره لكن الحقيقة كان الموقع الاستراتيجي وهي الحقيقة ما كانتش هي كانت تونس وليبيا والجزائر وكلها المغرب البلاصة هذه كل شمال افريقيا كله مع بعض على كل ما مش هذا الموضوع اللي جاوا وعطوها كادو حاولت تطلب منهم الاعتذار للشعب التونسي انهم هما دخلونا للاستعمار مع العلم انه اللي سماه استعمار يا سيدي نجم شكون محترم هو بورقيبة ومن معه يعني المجاهدين الأحرار بورقيبة ومن معه هما اللي سموها حقبة الاستعمار معروفاتك وجماعة اللي مأمنين بإنجازات العثمانيين سموها عهد الحماية وكانت الغاية منها أن فرنسا باش تحمي تونس وأنه معناها فهمني
اما الاستعمار ما سميتوش عروفاتكم، ما سميتوش انتم المقاومين اللي جاوا ومعاهم الزعيم حبيب بورقيبه، هو من معه والشهداء اللي استشهدوا بصدق والشهداء اللي ممكن استشهدوا بتمثيل، ما نفهمش شنو تقصد بها معناها، اللي عملوا بصدق واللي على كل هما اللي سموها الاستعمار. يعني مصطلح الاستعمار ما جاش من عند عرفتك، هو اللي قاعدين اللي قاعد انت تخدم لهم. ثم شو بعد معناها شو وان يعزز العلاقات التاريخية وقتاش بدات علاقاتنا التاريخية وقتاش بدات التاريخية اللي تحكي عليها وقتاش بدات بدات بالحماية ولا الاستعمار ولا كانت فما قبل ولا كيفاش تقولي بين الشعب التونسي والشعب الفرنسي. معناها الدولة الفرنسية هذه قتلت الشعب التونسي وعذبته واغتصبته، شعب آخر مش اللي جين الشعب الفرنساوي، مش فرنسيس اللي ضربونا واللي قتلونا واللي اغتصبونا واللي كذا. معناها شعوب كان الشعب الفرنساوي وقتها يبكي علينا ويصيح ضد دولته وقال لهم راهو يزي وراكم الناس هذوما قتلتوهم تيحشم تيحشم تيحشم. معناها تعمل حاجة معناها تليق تعملوا تيراكم طيحتوها للقدر نتاعها لايحة لايحة هذه معناها جد تمخ يسي باهي باهي تحب مسيرش كمل لا معناها نرجع للشعب التونسي وشرفاء الشعب التونسي وشرفاء الشعب هذا والناس اللي الوطنيين واللي تحب بلادها بصدق خاطر هو ولاو يقسموا فيهم. احنا التقسيمات جات من كل بلاصه اليوم يا سيدي باهي مسيرش يعني صادقين في حب بلادكم ثم ربي شاهد على ربي راهو شاهد علينا الناس الكل معناها وربي يحسبنا الناس الكل فيقوا لبلادكم. هالشيء اللي قاعد يصير ما هوش بلاش، فما حاجات قاعده تدبر بليل ولن تدبر بنهار، وماذا بينا بالحق يفوت انترفيجيلون يلزمنا نفيقوا نفيقوا على ارواحنا ونتلموا على الاقل عائلتنا احنا البيوعه احنا الصبيحية احنا الصبيحية خلينا نتلموا وقول لهم يمشي ويرجع يقرأوا التاريخ. وبالحق اليوم بالحق سيد رئيس الجمهورية الارشيف والبيوع الصحاح والبيوع اللي جاوا في الارشيف بتاع فرنسا اليوم مسؤوليتك انت باش تخرجهم في لسة. باللسم ويخرج ميساج باهي هذه رسالتك يا سيد رئيس الجمهورية.